رحب فيكم مشاهدينا بفقرة آخر راكب. دراسة الطب في النمسا تعتبر من الفروع الصعبة، والدخول إلى كلية الطب يمر عبر امتحان معقد، عدد قليل من السوريين استطاعوا أن يجتازوا. خليكم معنا لنعرف أكثر عن هالدراسة. أول شيء، أكبر عائق لدراسة الطب هو اللغة. اللغة الألمانية تعتبر من اللغات الصعبة بالعالم. والصعوبة الثانية بالنمسا في امتحان القبول لكلية الطب، وهذا الامتحان يتكون من 11 قسم يفحص تقريبا كل القدرات الذهنية والعقلية والعاطفية والعلمية بشكل رئيسي. الامتحان يتكون من 11 قسم معقد يعتبر نوعا ما. الطلاب النمساويين يعتبروه كتير صعب، وعدد متقدمين هائل مقارنة بعدد المقاعد. متقدمين تقريبا كل سنة بحدود 16,000 طالب، والمقاعد بكل النمسا هي 1600 مقعد، يعني 10% فقط من الطلاب يدخلون. عدد الطلاب السنيين اللي اجتازوا الامتحان لحد هلا هو تقريبا 12 طالب كل جامعة النمسا. النمسا فيها أربع جامعات: جامعة فيينا، غراتس، إنسبروك، جامعة لينز. أكثر الطلاب الموجودين السوريين موجودين بجامعة إنسبروك، ممكن لأنه أول ناس فاتوا هنيك كانوا يعني سوريين، وبعدين قدروا يسهلوا الطريق، خلينا نقول، للطلاب الثانيين لحتى يصلوا لهالجامعة. هلا الامتحان كان صعب علينا أول شيء لأنه كان بدنا معلومات على الامتحان بعد الأمر، فكنت جيت أول شيء على النمسا أنا وأخي حسن، هلا بيدرس حاليا كمان طب بجامعة فيينا. حاولنا نجمع كل المعلومات، أخذ معنا هذا الشيء وقت كتير طويل، لكن آخر شيء يعني وصلنا إنه الامتحان ممكن، ما هو شغلة مستحيلة، فيه بعض الصعوبات اللي واحد فيه يوازنها مع الأقسام الثانية بداخل الامتحان، وهذا الشيء اللي اشتغلنا عليه. اشتغلنا على الامتحان تقريبا بحدود الستة أشهر وإحنا عم ندرس له. آخر شيء دخلنا على الامتحان، الجو الامتحان كان كتير صعب. امتحان طوله 6 ساعات والوقت كتير ضيق، يعني حتى احيانا ما فيك تلحق تخلص القسم لحتى تجاوب كل الاسئله. هذا كمان كان نقطه بتلعب على دور اللغه باول وقت، ثاني شيء على التوتر اللي يصير بداخل الامتحان ويخليك تنسى كل المعلومات الرئيسيه. اشتغلنا على الامتحان مع بعض وفتنا الامتحان والحمد لله تجاوزناه مع بعض. طبعا احنا ببدايه مجينا لهون للنمسا فكرنا النظام نفس نظام المانيا، انه فقط الواحد حسب علامه البكالوريا ممكن يفوت الطب، لكن بعدين تفاجئنا انه بوجود امتحان الطب. اضطرينا انه نعدل شهاده البكالوريا، نقدم بعض المواد للطب وهي كيمياء، علوم وفيزياء، واللغه الالمانيه يعني بجانب هاي اللغه المواد عملناها. بعدين بس عرفنا انه في امتحان القبول، بلشنا دراسه لهذا الامتحان. انا بالنسبه لي درست تقريبا شيء 4 شهور حضرت لهذا الامتحان، اكثر شيء كان تركيز اخر شهرين على القسم الذكائي، والحمد لله انا يعني توفيق من رب العالمين من اول مره اجتزت هذا الامتحان. في عندك نسب لدخول الطب، احنا كلاجئين ضمن نسبه النمساويين، وهذا عائق كبير علينا لانه فارق اللغه فارق كبير. في أكثر من جزء بهذا الامتحان يتطلب تكون الواحد لغته قوية، فلهذا السبب إنه عدد كبير من السوريين عم بيحاول إنه يدخل طب وما عم يطلع له، مع إنهم ناس قويين عندهم معلومات قوية، لكن هذا الشيء بسبب لهم عائق كبير عليهم. اضطرينا نراجع جميع المعلومات من الصف الثامن لحد البكالوريا، جميع المعلومات لهذا الامتحان: فيزياء، كيمياء، علوم، رياضيات. وفي عندك اقسام ثانيه، اقسام ذكائيه احنا ما نواجه فيها صعوبه، هي الاقسام المعلومات اللي اخذناها بالبكالوريا 11 نسيناها طبعا بعد 4-5 سنوات انقطاع عن الدراسه. طبعا انا بقدر احكي لك عن طب الاسنان، احنا بالبدايه اول 3 سنوات بنعمل طب بشري، بنعمل كامل الجسم، احنا هذا بسوريا ما بنعمله، انا عملت سنه بسوريا. مثلا الرئتين لازم ندرس عنها، الكلى لازم ندرس عن جميع الاورجانا اللي بالجسم لازم ندرسها كامله. تشريح، اخذنا تشريح الجسم كامل، وبدايه من السنه الرابعه بنبلش القسم العملي، هو قسم طب الاسنان يلي هلا انا بلشت فيه.
لهون بيكون وصلت فقرتنا إلى النهاية، بودعكم على أمل أني ألتقي فيكم بفقرات جديدة. إلى اللقاء.